مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم ومعكم الفريق احمد شفيق الذي كشف لنا قبل الفاصل عن انه في نعم مخطط لتقسيم مصر، وانه في شخصية سياسية مصرية ربما كانت تخطط مع جماعة الإخوان لذلك. خمنوا من هي هذه الشخصية السياسية المصرية. كمان كشف لنا الفريق أحمد شفيق أنه ذهب للمشير محمد حسين طنطاوي وقال له إذا جاء الإخوان إلى مصر فسوف يقسمونها، عندهم مخطط لتقسيم مصر. كشف لنا أيضا بأنه ربما يتصل خلال الأيام القادمة بالرئيس الأسبق مبارك بعد إخلاء سبيله وعودته لمستشفى المعادي العسكري. السؤال الآن، بعد سقوط الإخوان وبعد سقوط محمد مرسي توقعنا جميعا أن يحزم الفريق أحمد شفيق حقائبه على الفور ويستقل أول طائرة عائدا إلى مصر، لماذا لم يفعل؟ سيادة الفريق لماذا لم تفعل؟ شوف حضرتك، انا مش بس ما نزلتش مصر، ده انا توقفت عن نشاطي الاعلامي بالكامل، وده كان الحقيقه ملفت لناس. انا لاحظت حاله اختفاء. وانا تعمدت الحقيقه اني امتنع عشان ما حبيتش اتاجر بمجهودي اللي انا عملته خلال الفتره السابقه في ضرب او توجيه ضربات للاخوان، وانا اعي ما اقول تماما واعلم ان انا يعني انت بذلت مجهودا لتوجيه ضربات للاخوان. مش هذا كلام، وفي بعض الحقائق قد تكشف عنها. يعني مش هذا كلام، يعني الزمن حيوري ان انا اما قعدت هنا كنت اكثر فائدة في مواجهة الاخوان عن كان وجودي كان هيكون في مصر. لأنك في مصر كنت هتكون جوه السجن. مش عايز كلام. سجن ليه؟ سجن لأنهم جبناء وكذابين. والجبان الكذاب بيطلع منه أي شيء. النهارده كل شيء بيطلع، ده النهارده باقي القضايا بتاعت الكوربشن بتاعت الطيران المدني كلها خدت براءة النهارده. حتى ما فيش واحد مثلا عنده ملحوظة مثلا علقت في الموضوع خالص، ده مش انا، ده كل العاملين اللي اتهموا بحاجات طبعا اتهموا عشاني، عشان برضه يبقى الطيران في لبش، يعني كل واخد براءة، كل بياخد براءة. مش هيفوت، ومع ذلك رئيسهم يقف في الخطاب الهزلي الاخير اللي شتمني فيه، وشتم واحد قاضي محترم لبسه تزوير وشبسه في حتى في هذا الخطاب بيواجه لسه قضايا جديده ببيع طيارات. تقول حضرتك ايه يعني؟ يعني تتكلم مع شخصيه زي كده تقول، وانا انا هجرجله في قضايا بعد كده ان شاء الله الى ايه ده؟ انت هتقيم دعوى قضائيه؟ طبعا طبعا، كل من اساء بالشكل ده اللي خلاص بقى اللي يعني حسابه خلص، تعال بقى شوف انت قلت علي ايه في يوم من الايام. انت كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ وانا قلت له يمينة في اول حديث، قلت له واحده بتقول احمد شفيق، بتقولش احمد شفيق، تقول فريق دكتور احمد شفيق. انت عارف فريق دكتور احمد شفيق يعني ايه؟ وانت عارف انت كنت عشان تجي لي المكتب تعمل ايه؟ ايه حكايه احمد شفيق احمد شفيق احمد شفيق؟ خلي انا بقول لك فخامه الرئيس، قالش احمد شفيق، اتوزن واعرف انت بتعمل ايه. عم يطلع في الحديث يقول لك طيارات. طيارات ايه؟ انت بتخرف، انت بتعمل طيارات؟ يعني انت كل تعرفه على الطياره ان الطياره تشيلك منها تحطك هنا، ايه اخر بريتك انت في الطيران يعني؟ بس ده قال مبالغ ان انت اشتريتها بكذا وبعتها بكذا. طلعت تاني يوم الصبح واحضرت اموال، تاني يوم الصبح الشركه الام في امريكا طلعوا هزقوه تاني يوم الصبح. بعدين اخونا بتاع رئيس جهاز مركزي للمحاسبات اللي هم حاطينه طلع قال كل الاتهامات التي اوردها في خطابه ليس لها اساس. الرقابه الاداريه قالت احنا ما بعتناش على حاجه وما شفناش مش حاجه. يعني اما توصل التهريف والعقم في التفكير
برئيس دولة بالشكل ده متوقع. يعني انت ستقيم دعوة قضائية ضد طبعا دكتور محمد مرسي طبعاً. حتى بعد سقوطه يعني مش هتقول ده خلاص ده سقط وهو في السجن. هو اساء الي في وقت حرج. انت 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 معتبر ان انا اخطأت في محاكم تقف قدام العالم كله تقول احمد شفيق بس هو يجي طيارات مش طيارات كونك انت بتخرف تحمل تخريفك ان شاء الله المحكمة يعني كلك نصيب فيها في وهكذا. طيب ده يخليني بعود تاني بقى للسؤال. توقعنا ان تحزم حقائبك تستقل اول طائرة تعود الى مصر بعد سقوط الاخوان. سؤالي بقى انا الحقيقة انا تركت مصر على غير تخطيط مسبق بدليل ان انا كنت شرعت اني افكر في ازاي انظم طيار معارض. والحقيقة يمكن اكون انا من المعجبين بالتجربة الامريكية في ذلك او بالخبرة الامريكية في ذلك ان يكون في حزبين اقوياء تنوع كل واحد قاعد متربص بالتاني يشوف الاخطاء فين تقوم ده بيحاول يجتهد يبقى ده يمسك او ده يمسك. انا بشوف دي يعني ننسى حكاية الحزب واحد اللي لازم كل الارض تفرش له بالورود حزبين اقوياء انا شايف دي معادلة جيدة وده الصح ان يكون كده. فانا الحقيقة انتويت اني اشتغل في كده دون تردد. يوم في التاني في التالت لقيت العصابة يهمها اختفاء احمد شفيق بقى. اختفاء احمد شفيق بانه يلبسوه قضية ويقعد بقى في السجن من هنا لهنا هنا. وده انا بعتبره طبعا سجون سياسية مش سجون ابدا قايمة على يعني على جرم يظلموا عليه. وطبعا سهل جدا محرك تخش. فانا بس الخلق عايز في الحتة دي بالتأكيد في حد نصحك قال لك حاول تسافر الاخوان هيحبسوك سفرك بهذا الشكل. لا صدقني حضرتك مفيش مخلوق رسمي كلمني خالص وانا صادق فيما اقول فيش مخلوق رسمي كلمني. بالعكس بالعكس انا قلت للمشير لان انا رحت زورته بعد بعد النتيجة بيومين يوم الثالث مثلا رحت زورته فدخل قعدنا سوا وايه الاخبار وش الاخبار وقال لي سيد المشير قال لي ايه اخبار النتيجة في الشارع. قلت له والله النال الجمهور اللي مش راضي بيحمل اللجنة تبعات ما تم من اخطاء لجنة انتخابات. قال لي يعني الناس شايفة ان اللجنة اخطأت. هذا نص رد المشير عليه. قلت له ايوه على فكرة انا هطلع اعمل عمرة ومفروض اني ارجع في 3-4-5 ايام طبقا للموقف. انا لو رأيت الموقف بيتبلور زي ما انا شاكك في ذهني قد تطول رحلتي عن كده. قال لي ليه انت شايف حاجة ايه اللي مقلقك؟ قلت له مفيش مقلقني لكن انا ده استيميشن تقدير ده من نص الحديث اللي دار بيني وبين المشير ما بعد الانتخابات. انا لقيت اني مفيش بقى تواصل بالعكس خالص يعني ده بيسألني ليه هو انت في حاجة مقلقك؟ قلت له انا ده احساسي بقى. طبعا ثبت تماما من كل اللي حصل انه كانوا يعني بيضمروا كل الشر وان احمد شفيق لازم يختفي. سؤالي بقى هم ما هي البطولة في ان انا اقعد اما يجي واحد يعني ناس سوري في الكلمة يعني مجموعة من الصيع الصيع الذين لا يفقهوا شيء في شيء يرتبوا الامور عشان يحطوا احمد شفيق في السجن. ما هي الرجولة في ذلك؟ ما هو الـ 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 ما هو المنطق؟ ما هو العقل في ذلك؟ أليس الأصح لما حضرتك واحد في الحلقة ينجح ان هو يلكمك لكمة كده مش برضو ترجع ورا خطوة كده وتعيد حساباتك وتلكموا اتنين بعد كده تقلبوا برا الحلقة؟ ولا اقعد انا زي الغبي اقعد اتلقى اللكمات من ناس يعني
وصلوا ادنى درجات المنهج. وانت وجودك في الخارج مكنك من ان توجه اليهم لكمات؟ اكيد 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 واعي تماما ما اقول يعني. ولكمات ادت للضربه القاضيه ساهمت لا 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 كلنا اسهمنا كل طبعا يعني وهي ثوره 30/6 هي البطل الحقيقي. ونص حديث الفريق السيسي في الاخير هو اللي حسب الموضوع مش عايز كلام. طيب السؤال بقى ارجع سقط بقى الاخوان سقط الاخوان لماذا انت هنا؟ انا بقى مش شايل الرايه بقى ويعني عايز انزل انطلق اتكلم على ايه، وده اللي خلاني اوقفت حتى نشاطي الاعلامي خالص. انت خشيت ان انت يقال انه احمد شفيع عاوز يظهر وكانه بطل 30/6. انا والله ربنا يعلم بالظبط. انا يعني خلص خلص انا لغايه اخر حديث، واخر حديث انا عملته كان في هذه الحجره ما بعد ما خطابه الاهوج اللي اطلقه ده خلاص الساعه 2:30 بالليل مع الزميل اسامه كمان، بداناه هنا 2:30 بالليل وانهيناه مع طلوع النهار. اخر خطاب ليا واتكلمت فيه بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح، وحتى يعني سالوني على موضوع رؤيتك في تصرف الفريق السيسي او انت شايف ايه في عادته في الجلسه وشايف، واتكلمنا بمنتهى الوضوح في كل شيء. طيب انزل النهارده، انا فاضل لي قضيه او قضيتين حضرتك خد بالك، اثق في هذه القضايا باذن الله. طبعا كل حد كل قاضي منصة له رؤيته، اثق زي ما انا شايف حضرتك كده. انا اذكر في يوم من الايام في دبي اول انا ما جيت هنا حضرتك قلت لي على القضايا، فانا رحت ضاحك قلت لك الورقه دي محطوطه هنا وانا ما قربتلهاش، وبيتهموني ان انا شلت الورقه دي حطيتها من هنا لهنا. اقلق في ايه بقى؟ اذا كنت انا ما قربتش، اذا كنت انا لم اتي هذا الفعل اللي بيتهموني به، اقلق من ايه؟ طيب طالما مش قلقان مش قلقان يبقى، ولكن تعود الى مصر للشكل للشكل. انا ممكن اعود انا ممكن اعود، لكن انا لغايه النهارده انا راجل متهم والقضيه جاهزه، انا اعود النهارده والقضيه تتاجل كمان شهر ماشي. انا ليه اترك نفسي محل اتهام اما حضرتك تكون بريء؟ يعز عليك نفسك جدا يا وائل، بمعنى كل واحد فينا له طبيعه. يمكن حضرتك لو قفلت عليا هذا السويت الفخيم اللي احنا قاعدين فيه، لو قفلت عليا بالمفتاح ممكن قوي، يمكن انا اللي مش طبيعي، يمكن قوي تيجي بعد يومين تلاقيني متوفي ميت في الوضع. كل واحد ومشاعره. انا حطني في الجنه وقول انت حبيس، انا هشوف نفسي خلاص يا بس، فما بالك اما اكون انا شاعر زي ما انا قاعد قدام حضرتك كده ان انا ما صدرش مني شيء، بالعكس انا عطيت، انا عمري ما خدت، انا عطيت عطيت وشغلي كان وتاريخي بيقول، مش تاريخي بيقول حاشا الله يعني مش يعني عايز اقول ايه، نمسك الملفات نشوف احمد شفيق عمل ايه وهو طيار، عمل ايه وهو قائد قوات جويه، عمل ايه في طول خدمته، عمل ايه وهو وزير طيران، عمل ايه وهو رئيس وزاره. يا راجل ده انا الاحتياطي ما تهزش مليم في الشهر اللي انا قعدت رئيس وزاره، ما سحبتش ولا مليم ولا مليم ولا رغيف نقص في السوق. صحيح انا ما كنتش مسؤول عن الميدان التحرير، لان مين اللي كان مسؤول؟ ما كانش عندي شرطه خالص، انا بشتغل من غير الشرطه، كان القوات المسلحه هي المسؤوله عن الميدان ده بره الدوله بالنسبه لي الميدان، لكن فيما عدا ذلك ما فيش رغيف نقص عن الناس، فيش لتر بنزين نقص، ما في في اوج الازمه فيش مليم اتسحب من الاحتياطي. 36 مليار سبتهم 36 مليار. المعدل بعد كده حضرتك احسب الشهور تجد ان اللي كان بيتجر بال 2 مليار في الشهر، شهر ورا شهر ورا شهر ورا، اما نزلنا ما فيش. يعني انا عملت اللي عليا حتى في الشهر بتاع رئاسه الوزراء في الظروف الغريبه جدا انا كنت بمر بيها، اللي انا يعني مش مالك زمام الامور كلها في ايدي ومع ذلك احنا بنعايشها. وبعد كده اما الناس قالوا يمشي انا مستقيل، انا قدمت ثالث مره كان المشير قال لي انت مش كنت طالب الاستقاله بنفسك؟ قلت له طبعا طالب الاستقاله بنفسي، وفي احد المرات بقول له يا سياده المشير اعفيني ارجوك، انا زوجتي مريضه واعفيني ارجوك سيبني اشوف اموري الشخصيه.
أم قال لي ده نص أنت عايز تخربها يا أحمد؟ هذا نصا ما صدر منه في أحد المرات اللي قدمت فيها استقالتي. أنت عايز تخربها وخلاص؟ بس هو جه بعد كده وقال لك إنه ميدان التحرير مش عايزك. لا 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 مش ده أنا ما أنا بقول لحضرتك أهو، هو مش أنت اللي عايز تطلع؟ قلت طبعا عايز أطلع، ده أنا عمال ألح، ما أنا عمال ألح بلح بلح عشان أطلع، ده بقول هيك بنص حديث يعني. الإنسان يفنم أما تعز عليه نفسه يبقى مفيش حاجة في الدنيا تسويها. البعض قال لي إيه؟ البعض قال لي انزل انزل فورا. البعض بقى متخيل ان انا قد اكون عاشق لاني انزل اترشح ولا ولا ولا، يمكن ناس مش فاهمك زي انا بتكلم. انا بقول لي انزل، اقوى موقف ليك دلوقتي تنزل وانت واثق من قضيتك، انزل وفور البراءة، حتى لو انت في السجن وطلعت من السجن فور البراءة اطلع على الترشيح للانتخابات وانت مغمض كسبانها. انزل استعطف الناس باني اخش وانا مظلوم اخش السجن، يعني ايه بقى استدر عطف الناس عشان بعد كده يقولي تعالى امسك رئيس بأمري. واني رئيس ده اني رئيس اللي ما حافظ على كرامته، اللي ما حافظ على كرامته الشخصيه مش حافظ على كرام بلده، هيقول طز في مصر زي الغدر دول ما قالوا. اللي ما حافظش على كرامته الشخصيه بس انا بعمل ايه؟ ده انا خرجت مش هربان، انا خرجت بالباسبور، امتنعت عن العوده، انا ما نفذتش من الحدود وعديت، انا طلعت باحترامي وباسبوري موجود وما كان في مخلوق ساعتها بيتكلم على القضيه ليه. اما تفاقم الوضع قلت انا مش شغال في هذه الظروف، هل انا يرضي حد ان انا انزل وانا جوايا اعي تماما ان انا لم اقترف جرم قد كده مع طيب. كل البهدله اللي تمت. بس أنا... بس هنا الناس هتقول يا سيد الفاي انت كنت خايف من تسييس القضيه من التلفيق السياسي، خلاص الكابوس انزاح، الاخوان اللي كان ممكن يلفقوا لك مش موجودين، وبالتالي انت هنا القضاء هو حصن وملاذ اخير، انت مع القضاء. فلو قعدت زياده عن كده الناس هتقول يبقى قضيتك ما مش الاخوان. لا 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 انت خايف من القضيه. لا لا انا فاهم قصد حضرتك. اللي اتهمني قضاه موتورين كلفوا بدور قاضي التحقيق، وانا بقول هذا الكلام انا واثق انهم هيتحاسبوا في يوم قريب، وانا سامع ان فيهم واحد راح الصلاحيه او حاجه زي كده، حضرتك خد بالك. قضاه موتورين بياخدوا مهمه والمقصود انهم يعملوا تريس لاحمد شفيق لما يعملوا فيه كذا، هم اللي مصنفين، هم اللي مصنفين القضيه. لازالت منطوق القضيه اللي انا متهم بيها لغايه النهارده قايلها هذا القاضي الموتور، يعز عليا ان انا انزل اكون متهم بتهم قالها هذا الرجل الرخيص اللي اسياده كلفوه قالوا له احمد شفيق لبسته تهمه، مش قاضي المنصه دلوقتي، لا ده قاضي المنصه بيتناول موضوع قالوا فيا اتهمني فيه هذا القاضي الموتور وهذا القاضي الموتور. حضرتك خد بالك؟ لا انت لو مكاني هيعز عليك زي ما يكون. انا لا اسعى لحاجه، لا اسعى اذا كنت انا اول انتخابات بقول لحضرتك قعدت 6 اشهر ما بتحركش وكل جمعه الناس بيقول لي البيت، كل جمعه والبيت بالالاف، انزل 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 وما بنزلش. انزلت اما ارتقيت ان انا هنزل، انا مش باقي على حاجه، انا خدت المناصب اللي ممكن الانسان يحلم بيها، خدمت بيها بلدي قد ما قدرت، لست باقيا على شيء خالص الا ان انا طول ما فيا نفس طالع داخل واقدر اخدم البلد في حاجه اخدم. لكن انزل انا ليه؟ طب ما ده كل اللي فاضل فيها شهر في القضيه. طب ما انت لو ذهبت الى المحكمة انت لا تتحمل ان تدخل القفص في جلسة، يعني القاضي ممكن ما يحبسكش احتياطيا على ذمة القضية. طب ليه يعني هل ده يعني مقابل لا تتحمل الوقوف في القفص؟ ليه يا فندم ليه ليه يعني ده في مقابل ايه؟ مقابل انه ده هيديني اسهم جديدة عشان اترشح. لا لو انا مش عايز اترشح
لا لو الفريق احمد شفيق استمر في الحياه في ابو ظبي بعد سقوط الاخوان يبقى معنى ذلك انه القضيه مش الخوف من التلفيق السياسي للاخوان وانما الخوف من المحكمه والمحاكمه ومن القضيه. لا يا فندم يا فندم انا لازلت بأحاكم من واقع التلفيق السياسي اللي حصل لي. انا لازلت القضايا اللي في رقبتي هؤلاء الموتورين هم اللي حطينها لي. انا النهارده مش بحمل القاضي السليم اللي قاعد على المنصه، لا القاضي السليم مستلمني قاضي متهم وراجل متهم المفروض يبقى في القفص، هو مستلمني كده. طب انا اقضي الفتره دي ليه؟ ليه؟ بصرف النظر بقفص او براه، بقول لحضرتك القاضي اللي قاعد على المنصه دلوقتي مستلمني بتهم حقيره حاططها لي ده. بس ده يوجعك لو حضرتك لو حضرتك عامل اللي عليك بالظبط واكثر من اللي عليك وربنا يعلم ويشهد، تجد ان الموضوع مؤلم بل مؤلم للغاية. كلمة اتهام بتوجعك، كلمة اتهام صعب 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 صعب، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل ومرت الفترة ما حبكتش. هنزل لما تخلص امور وانزل اقعد في بيتي 24 ساعة ولا مش هكلم حد، لكن انا مش هعمل زي يقولوا لي انزل عشان يبقى اعمل جو بقى انزل اما تطلع، ده انت هتطلع على كرسي الرئاسة على طول. كلام مش احمد شفيق اللي يقبله يتخش من هنا ويطلع من هنا. طيب في القضية دي تحديدا يعني انه اللي قدم مفيش اغلى يا فندم على الانسان من كرامته، ومفيش اسوأ من ان حضرتك تحس انك انت مظلوم وتعلم ان اللي قدامك يعلم انك انت مظلوم ومع ذلك متولي زمام امرك. مفيش اصعب من كده، فترة في منتهى القسوة، في منتهى القسوة الحقيقة. طيب الذي قدم البلاغ ضدك في قضية ارض الطيارين وهي القضية التي تتحدث عنها هو الاستاذ عصام سلطان وهو في السجن، وربما الذي حرض عليه ايضا هو الدكتور محمد مرسي وهو في السجن. يعني اظن ان التالت بتاعهم اللي هو قاضي التحقيق رايح السجن برضه، اللي هو حقق القضيه اظن ان هو رايح السجن برضه، مش اظن هو له قضايا من زمان برضه بتاع. هو في لو كان المستشار وليد شعبي من الذين حرضوا على ذلك فهو في السجن. لا وهو الراجل ده فنم له ملفات بلاغات قد كده فيه، وكان الوزير واخدها قاضي التحقيق وكان الوزير واخدها في مكتبه محنطها في مكتبه، يعني ده بلغته مجرد انها طلعت هيتجر تاني وهيخش، يعني مش هيتجر تاني هيتجر اولين ويخش برضه السجن. ربك ما بيسيبش. طيب سيد الفريق هنا البعض هيقول انه يعني حتى هذا الثمن لا تريد ان تدفعه، بمعنى انه سقط الاخوان وانه هنا بعض المعارضين ممكن يقولوا انه الفريق احمد شفيق لا يريد ان يدفع ثمنا في الداخل وعاوز الناس تحمله على الاعناق الى سدة الحكم. مين قال بس ان ده ثمن لازم ادفعه؟ مين قال يا فندم؟ ليه احنا هحكي لحضرتك قصة صغيرة في حياتي ممكن تسمعها. اتفضل. انا كنت ضابط صغير طيار في مقتبل حياتي ناجح جدا وخدت كل المناصب الناجحة وكنت دائما واخد تقديرات جيدة جدا وعالي جدا وكل شيء. في يوم من الايام كنت قائد اكبر لواء جوي في القوات الجوية، وكان ساعتها الرئيس الاسبق السادات عمل يعني قرر انه يهاجم ليبيا، وكنا يعني قمنا بدور كده وبتاع، يعني كنت يوميها يعني مقيم جدا الدور اللي قمنا بيه في التشكيل عندنا او حاجه زي كده. انت شاركت في هذه العمليه؟ يعني كنا يعني من ضمن العاملين في كان التقييم واضح جدا للدور وكده. وبعدين انا نزلت من المطار اللي كنا بنشتغل فيه الى المطار الاصلي بتاعنا،
وانا فوجئت بقائد المطار جاي بيقول لي انا عايز اقول لك حاجه بخصوص الوالد. انا انزعجت انزعاج شديد. تقول له خير؟ قال في ايه؟ قال لا لا خير مفيش حاجه خالص، هم بس سالوا الوالد عن حاجه كده. انا الحقيقه ما استنيتش اسمع القصه، وزي ما انا بحالي مثالي نزلت على الوالد، فلقيته قاعد في بيته في مصر الجديده. ايه اللي حصل يا والدي؟ فقال لي الوالد كان وكيل وزارة الري، أدى حياته على أحسن ما يكون الحمد لله، وبعد ما طلع معاش، وهو رجل متدين، بعد ما طلع معاش يعدي عليه صديقه كل يوم ياخده بالعربية يروح يصلوا العشاء في الجامعة ويرجعوا. الفترة دي بقى كانت فترة هوجة كده ما تعرفش عليك. فأنا وأنا في الشغل قاموا راحوا بتوع أمن الدولة سألوا الوالد انت بتروح تصلي ليه وفين وبتاع. الموضوع ما خدش الحقيقه طبعا، ما خدش الفضل ان المعارف واللي عارفني واللي عارفينه واللي عارفينه بتاع فورا الحقيقه حصل، ويعني اللي حصل بلدنا بتاعت كده ما خدش اي وقت ورجع. لكن انا يعني قتلت قتلا اما سمعت ان ده حصل معاه. دخلت ايه اللي حصل؟ قال لي ما حصلش حاجه يا احمد، ده نص ساعه ولا حاجه وكلم. انا غيرت هدومي ونزلت على مكتب قائد القوات الجويه، كان راجل مشهود للعنف عندنا والصرامه يعني. دخلت عليه قام رحب بيا ترحيب شديد، ما انا بقى بطل وعاملين دور بطولي راجع من عمليه عسكريه ناجحه في ليبيا. خلص هو الترحيب بيا وانا واقف في المكتب ما نزلش. قلت له ارجو ان حضرتك تعتبرني خارج القوات الجويه بخروجي من مكتبك ده. انا بقول لحضرتك الكلام ده وانا نقيب، يقولوا ايه ده هيمسك قوات الجويه. طبعا يعني هو كله كلام لان احنا دي بتاعت ربنا، لكن بقول لحضرتك قد كده كان ليا سمعه جيده، فما بالك اما بقيت قائد لواء جوي يعني سمعتي لامع جدا وناجح جدا ومستقبلي قدامي ويعني بروميسنج جدا. لا يمكن هحط رجلي في القوات الجويه النهائي من هذا المكتب. طلب لي واحنا قاعدين، اما انفعلت جدا في الغد، طلب لي وزير الدفاع كان الفريق جمصي المشير الجمصي، وكلمه بيدور عليه ولقوه في استراحه في المنتزه. قال له احمد شفيق مصمم يسيب القوات الجويه دلوقتي، لا قاعده ليه في القوات الجويه. انا بقول حاجه كده ليه؟ هم سالوا ابويا خمس دقائق عشر دقائق نص ساعه، لكن جرحت. سألوا انت بتصلي في المكان ده ليه؟ ايه صلاة؟ تتكلموا في ايه؟ وتتكلموا ازاي؟ وتتكلموا ليه لغاية تعرفوا الاول الخلفية ما تتكلموا؟ الا الاهانة. ولذلك حضرتك اقتل اللي قدامي وما هينوش. اقتله قتل وما هينوش. الفرق بين بشر وبشر احترام النفس ومدى تأثير المهانة دي او فيه. خلاصة فنم مشير الجمصي جابولي على التليفون وخلاه يكلمني. اقسم لك بالله انه قال لي يا احمد ان ما هديتش دلوقتي انا هخلي شاكر ده الفريق شاكر عماني، هخلي شاكر يبعت لي طيارة دلوقتي واجيلك دلوقتي من اسكندرية. بضرب حاجة مثل ليه؟ انه انت لا تتعمل مستقبلي يعني. ضيعت مستقبلي وقفلت وانا راضي منتهي ولا حاجة، اروح اشيل الفاعل بس ما تهمنيش، اعمل اللي انت عايزه الا الاهانة. اذا الرجل اهين وقبل الاهانة ما بقاش راجل، وما تاخدش منه شغل، ما تاخدش منه اصول بقى. اذا الانسان اذا الرجل قبل اهانته انسى. عشان حضرتك تقول لي انزل مش انزل، انزل ايوه انزل ونص، لكن ليه؟ انت طبعا الاهانه، انت طبعا هتنزل قوائم ترقب وصول، وبالتالي بعد كل اللي انا عملته في حياتي يقف واحد يقول لي تعالى بكرا على كده ولا كده انت في قوائم وصول، يا نهار ابيض كيف؟ محدش عارف هو عمل ايه اكتر من نفسي. انا عارف انا عملت ايه، وعملت ايه لبلدي، وعملت ايه لشعب بلدي. انا في الاخر تحطيه في قرار يجي واحد يقول لي لا انت في ليه؟
موضوع أصعب مما قد ينظر للبعض. طيب بس مش الأصعب منه أن تظل بعيدا عن الوطن حتى بعد سقوط الإخوان؟ ديش عايزة شوية تحمل، تحمل، لكن مش مش الكرامة، مش الكرامة. طيب بالنسبة طبعا لهذه القضية، انت قلت يعني فيما يتعلق حتى الدكتور محمد مرسي، انت بتقول انك حتى ستقاضيه في الاتهامات التي وجهها اليك، ولم يعد باقيا الا عندك الا قضية واحدة، وهي قضية ارض الطيارين المتعلقة بنجلي رئيس جمال وعلاء، واللي كنا ناقشناها من قبل. طيب ده الفريق ندخل فيه برضو عاملين تبعاتها، برضو نزل قضية تحقيق على غير تكليف ليه، نزل جمعية الطيارين، جمعية الطيارين يدور في الملفات ويقول ده خد من الجمعية، الجمعية دي سمحت لناس ما قضوش 10 سنين على استلام الشاليه بتاعهم وباعوه. ماشي، اعملها مخالفة للجمعية، ان مين النهاردة ما عندوش شاليه وبيبيعه قبل 10 سنين عشان هو شاليه واخده من جمعية تعاونية؟ مين في مصر؟ أم في الاخر لقى ان العدد 187 50 واحد ولا 40، فبقاش عارف هيعمل ايه، ما هو كله عايز يلبس رئيس الجمعية البلاء وخلاص. يعني بيضحك، امور مضحكة، ونزل عمل كده دون ان يكلف بالتحقيق في هذه القضية، اعتبرها امتداد للقضية السابقة، مع ان القضية دي خدت رقم والتاني خد رقم. كلفته وقلة ادب تعرف حضرتك يعني اما كنا صغيرين واحنا في مدرسة احيانا كان يبقى فيه شاب معانا سن صغير قوي طيب في المدرسة وبيقل ادب، وبقى نيجي نسأل معلش ما تكلموش، ده ابن الناظر، ابن الناظر كان دايما يقل ادبه علينا، ابن الناظر ابن الناظر خضاة التحقيق دول ولاد الناظر بقى، دول قاعدين يقلوا ادبهم وطايحين من هنا ومن هنا ومن هنا، ولا حد عارف يكلمهم ليه، وقضاياهم هم الوزير مخزنها لهم في مكتبه. يعني اذا حضرتك ايه، شوف اضمن لي قاضي عادل اخش في الحديد، خلاص انا عرفت اللي فيها، عرفت حتى اما هغلط حسابي هيبقى ايه، اضمن لي قاضي عادل، سنة الحياة اضمن لي عدالة، قاضي عادل كده هو المولد اللي كنا فيه، ده شيء فظيع ولسه هنشوفه كثير جدا. طيب خلينا ندخل في قبل ما ادخل في بعض القضايا الخاصة بالمستقبل، يعني او هي نفسها القضايا المتعلقة بملابساتها، موقف الدكتور محمد البرادعي، ربما موقف الدكتور محمد البرادعي ساهم في ابتزاز الدول الكبرى لنا، لانه يعني حتى هم كتبوا بانه لما تبقى في شخصية حائزة على جائزة نوبل مثل الدكتور البرادعي يستقيل احتجاجا على فض الاعتصام، وبالتالي عزز الضغوط الخارجية على مصر، بالاضافة كمان انه دعم موقف جماعة الاخوان في ان تمارس ارهابا مسلحا في الداخل. تقييمك لموقف الدكتور محمد البرادعي؟ ما فيش تحت الصفر درجة، صفر يعني تحت الصفر، ما فيش يعني هتروح فين بعد، صفر، انسان مش مصري، مش مصري خالص، مش مصري اللي ياخد هذه الخطوة، يعني انه اخا مش مصري، هو مش مدرك الاخوان عملوا ايه في البلد، ولا هو يعني بياخد شعبية، ولا بيعمل ايه عند مين يعني، لا 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 مش مصري، والايام هتثبت. مع ان كان بينكم يعني بعض خيوط الود احيانا يعني لا والله انا بعمل باصلي، انا برغم ان هو يعني كان كثيرا ما يعني يلمح تلميحات سخيفة، لكن انا بعمل باصلي، وده البلدي ده اما جه كنت انا وزير طيران، اما جه مصر يعني فتحت له صالات المطار عن على اتساعها،
والناس يقولوا لي يا فندم الناس هيخشوا يكسروا الازاز قدام النبي، نعيده خلاص الراجل راجع وخلينا نديله قدره. لكن طلع ان هو يعني اظن يا فندم ان الشعب المصري ربنا يعني فرجها له واتاح له الفرص اللي عرفته زيد من عبيد من سين من صاد، اعتقد يعني ودي كافيه جدا كافيه. يعني شايف انه موقف الدكتور بالبرادعي صفر وما يهمناش اللي تحت الصفر، وبتقول انه مش مصري الذي يلعب هذا الدور. مش عايز كلام اللي يقول طز في مصر ولا ايه؟ طز في مصر ده المرشد الصحيح. طب ده يحتفظ بالجنسيه المصريه ازاي؟ اما الاسقاط الجنسيه اتعمل لمين؟ يعني الـ 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 هذا الاجراء يتعمل لمين؟ اما واحد يقول طز في مصر، طز في مصر اتعمل لمين هذا الاجراء؟ انت شايف الدكتور البرادعي قالها بشكل اخر؟ لا انا بضرب مثل، يعني انا بضرب مثل بقول يعني ان الواحد عجبك بلدك يا اخي وحاطط اسمها على راسك من فوق وكده خلاص، مش عجبك شوف لك جنسيه من الجنسيات اللي انت تقدر تجيبها وتكل على الله. انت عاكف، انت مش عاجبك مصر اتكل على الله بجنسيه تانية واتكل على الله فارقنا. لكن طيب هل قبل ما في النقطه دي هل تعتقد انه الدكتور البرادعي يحتفظ بعلاقات وثيقه مع الاخوان ومع التنظيم الدولي الاخوان؟ ايوه كلام. وحضرتك شفت، انا ما شفتهاش رؤى العين، لكن حضرتك عرفت مين اللي استقبله في المطارات اما نزل في بروسيلا اظن او كان في فيينا ولا يعني مشي من هنا، يعني استقبل استقبال خاص جدا من جانب زعماء الاخوان. قابلوهم يعني. طيب انا هنقول ايه؟ طيب يبقى انت هنا فكره هذا الدور الخفي والغامض، يعني هو لم يعد خفيا ولا غامضا. البعض، اسف على المقاطعه، البعض قال حرفا اذا 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 فض اعتصام ربع العدويه والنهضه سوف يكون هذا الاجراء رده لثوره 30 يونيو. تعرف حضرتك ليه؟ عشان لما لقى الموضوع طول شويه والاخوان طولوا شويه، ده باين الاخوان على الاقل هيبقى لهم دين لسه. احنا فيها انتخابات وبتاع، والكلمه امسك العصايه من النص. واحنا داخلين انتخابات امسك العصايه من النص. يعني صفقات انتخابيه على جثه الوضع. تصور حضرتك واحد يقول مسجلا اذا فض الاعتصام بقت رده لثوره 30. طيب في كل الاحوال ده هيبقى نقاشنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، هنتناول بقى فيه كل القضايا المتعلقه بفض الاعتصام المسلح، ولابد ان نقول الاعتصام المسلح في ربع العدويه وفي النهضة، وأيضا هنتناول في لجنة الخمسين الفريق أحمد شفيق شايفها إزاي، خاصة أنه يعني أعز ما يمكن أن نقدمه هو الدستور. الدستور هو الذي يعني من خلاله تحكم وتدار البلاد، وهو بيمثل هوية وثقافة مصر، وبالتالي القضية في منتهى الخطورة. الفريق أحمد شفيق لديه تحفظات على لجنة الخمسين هيبديها، بالإضافة إلى كمان الانتخابات، أيهما أصلح، انتخابات بالفردي ولا بالقائمة، وهنحاول نبسطها للناس، وكذلك الانتخابات الرئاسية أولا أم الانتخابات النيابية. وحنواصل معاكم كمان كيف نواجه الإرهاب المسلح.